يعطيكم العافية يا سادس، إن شاء الله يا ميسي يكون نهار خير علينا وعليكم يا رب. اليوم يا ميس درسنا اسمه دخول حرف الجر اللام على الكلمة المعرفة بأل. لو جينا بالبداية إحنا حللنا عنوان الدرس، حرف الجر اللام كلياتنا بنعرف حروف الجر على الكلمة المعرفة بأل بنوعيها، سواء كانت لام شمسية أو سواء كانت لام قمرية. شو المعادلة بتحكي لنا؟ بتحكي لنا لما تكون عندي كلمة معرفة بأل، يعني أولها في أل التعريف ويدخل عليها حرف الجر اللام، إيش بتصير هيك؟ إيش بنعمل؟ نحذف الألف. طب يا مستر نيم، إحنا هاي المعادلة إحنا مو فاهمينها، يعني إيش نعمل؟ بقول لك تمام، نيجي ناخذ مثال. يعني مثلا عندنا كلمات البيت، عندنا كلمات الناس، عندنا كلمات المدرسة. لما يجي بده يدخل عليها مثلا لام اللي هو لام حرف الجر، شو بتصير؟ بدي أجي أكتبها، ما بكتب للبيت مع الألف، لا هيك بعمل للبيت، للناس، للمدرسة. يعني هاي الألف كأنها أصلا مش مكتوبة. تمام يا مس؟ ما بنكتب هيك للبيت، ما من هيك خطأ، ما بكتب هيك للناس، هيك خطأ، ما بكتب هيك للمدرسة، هذا كلياته الإشي خطأ. تمام يا مس؟ هذا الحكي خطأ، هيك للبيت، للناس، للمدرسة، هذا الحكي كلياته خطأ وما بدنا إياه. لما نيجي تدخل لام حرف الجر على كلمة معرفة بأل، بنحذف الألف الموجودة بأول الكلمة وبنوصل اللامتين مع بعض. تمام؟ طيب نيجي ناخذ نحل التدريبات. أدخل حرف الجر اللام على الكلمات الآتية وغير ما يلزم. التواضع، أكتب لكم الحل على ورقة حتى إنه يكون واضح عندكم. هي عنا السؤال الأول، التواضع شو بتصير؟ للتواضع، للسفن. شفتوا كيف بنحذف؟ بنحذف الألف الموجودة. للزميل، للإحسان. السؤال الثاني، أدخل حرف الجر اللام على الكلمة المكتوبة بين القوسين مع التعليل. ماشي، ألف للقلم مع التعليل. شو؟ لأنه هون عندنا دخلت لام حرف الجر على اللام المعرفة بأل فتحذف الألف. باء للمجد، جيم للجلوس، دال الجملة الكلمات التقليل للتقليل، ها للصبر. والتعليل عنا شو بنعلل؟ بنحكي لأن حرف الجر اللام اتصل بكلمة معرفة بأل فنحذف الألف. طيب السؤال الثالث، طبعا نملأ الفراغ بعد إدخال حرف الجر اللام. كان للسيدة، كان للسيدة. با إن للرياضة، جيم للأزهار، دال النظر المباشر للشمس، للشمس، وها للسياحة. شفتوا كيف يا مس؟ بنحذف الألف الموجودة في أول الكلمة.
طبعا احنا هاد كان درسنا لليوم اللي هو درس الكتاب. يا رب يا مس تكون اموركم تمام واستفدتوا معانا. اي حدا عنده اي استفسار يبعث لي، وان شاء الله يا مس بتكون امورنا واموركم تمام، ويعطيكم الف عافيه.